شركه الكرانيكا لكراء سيارات. قمنا في هذه الفتره ديال 3 ايام باستعراض مجموعه ديال السيارات الفخمه اللي هي من نوع مازيراتي التي تتميز بالاناقه ديالها وبالقوه ديالها والتي اثارت اعجاب اكيد مجموعه من الوافدين على المعرض. وحنا ارتعينا من خلال هذا المعرض اعطاء ثقه ونفس جديد لهذا المركز التجاري الذي عانى لفترة طويلة من الإقصاء والتهميش. وبهذه المناسبة نطلب من السادة المسؤولين وكذلك من المستثمرين إعادة وإعطاء دعم لهذا المركز التجاري الذي يعتبر من المعالم التاريخية لمدينة الدار البيضاء. وشكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم. وما فيها باس إذا خليتي وشي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.